هذا وحملت الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء خلال ترأس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوع لمجلس الوزراء، حملت جملة من المضامين المهمة مع التأكيد على مواصلة العمل بإرادة وتصميم لتحقيق الإنجازات الوطنية ترسيخا لنهج جلالة الملك المفدى وتنفيذا لتوجيهاته السامية. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام. مساء الخير سعادة الوزير، وبداية يعني لا شك أن كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حملت العديد من المضامين التي تؤكد استمرار العمل الحكومي خدمة للوطن والمواطن في ظل قيادة جلالة الملك المفدى. يعني ما هي كلمة سعادتكم بهذه المناسبة؟ يا مرحبا الأخ علي. الحقيقة كلمة صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء تأتي اليوم في أول اجتماع بعد تولي سموه رئاسة الوزراء، بعد الجلسة الاستثنائية اللي عقدت في الأسبوع الماضي بعد رحيل الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله. الحقيقة بدأ سموه الكلمة معاهدا فيها صاحب الجلالة بالعمل بالإرادة والتصميم وترسيخ نهج جلالته يده الله. ثم استذكر سمو العهد رئيس الوزراء فقيد الوطن الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله وإسهاماته التاريخية وصولا لعهد جلالة الملك يده الله. حقيقة في كلمة وفاء للراحل الكبير استذكر فيها شخصيا رعاه الله اجتماعات عمل تمتد ل 25 عام، حتى تشرفه كما ذكر حفظه الله بالعمل بالقرب منه عام 2013 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء. وفي لفتة كريمة من سموه العهد رئيس الوزراء ليست بغريبة على سموه، شكر كل من عمل في خدمة سمو الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله والبحرين خلال مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز. الحقيقة كما هي روح الفريق الواحد اللي يؤمن فيها سموه ولي العهد رئيس الوزراء وبتوجيهات من جلالة الملك المفدى يده الله، أكد بأن المسؤولية علينا جميعا بمواصلة العمل وفاء وإخلاص للملك والوطن. أكد سموه على أن الجهاز الحكومي يجب أن يكون متجاوب ومتفاعل في خدمة المواطن، حيث أكد سموه في خطابه على المواطن من خلال تطوير البيئة التنافسية أو خلق الفرص ومتبني التقنيات الحديثة. وكما يعلم الجميع بأن سمو العهد رئيس الوزراء يدعم مثل هذه المشاريع اللي تتبنى التقنيات الحديثة. الحقيقة وجه سموه في كلمته على الشفافية ومحاربة الفساد للحفاظ على المال العام. كما يعرف الجميع أن المحافظة على المال العام من الركائز اللي يعتمد عليه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عبر إنشاء العديد من المؤسسات كمجلس المناغصات أو ديوان الرغابة، واللي تأسست يعني منذ إعلانها كقوانين في عام 2002 وبمتابعة شخصية من سمو العهد رئيس الوزراء، وفي مؤشر على جدية سموه في المحافظة على المال العام. الحقيقة يعني هناك الكثير من المضامين. سمو العهد رئيس الوزراء كان حريص في خطابه على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، أكد حفظ الله على ترسيخ قيم الوسطية والتسامح لحماية وحدتنا الوطنية، أكد على أهمية تمكين الشباب، زيادة تقدم المرأة، تطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان. وكما هو معروف بأن سموه تحمل أكثر الملفات أهمية وهو الملف الاقتصادي، واللي الحقيقة تطرق لسموه في خطابه مؤكد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الجهود للتعافي ونمو الاقتصاد. أنا كما ذكرت أن خطاب سموه فيه الكثير من الوفاء والشكر والتقدير، أكد سموه أن إحنا لن ننسى المواقف التاريخية للأشقاء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وعلى مواقفهم التاريخية في دعمهم المستمر لمملكة البحرين. سمو العهد رئيس الوزراء في ختام كلمته أشاد بعزم المجتمع البحريني في مواجهة التحديات، وكان يشكر الكوادر الوطنية المتصدية لفيروس كورونا. يعني هذا الفريق اللي قاده سموه بكل اقتدار،
أنا في الختام أعتقد كلمة سموه تحملنا جميعا المسؤولية كمسؤولين في تقديم الخدمة وكمواطنين بالحفاظ على وحدتنا الوطنية ومواجهة كافة التحديات كفريق واحد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله. سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك.